رفع صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه بمناسبة تخرج نجل سموه حفظه الله سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة وحصوله على درجة الامتياز مع مرتبة الشرف من الكلية البحرية الملكية البريطانية بمدينة دارتموث إلى جانب حصول سموه على جائزة آمر الكلية لدفعته. جاء ذلك لدى حضور سمو حفظه الله حفل تخريج سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة في الكلية البحرية الملكية البريطانية، يرافقه نجله سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد الخليفة. ولدى وصول سموه الكلية كان في الاستقبال القبطان هنري دوفي قائد الكلية البحرية الملكية البريطانية الذي رحب بسموه وبحضور هذا الاحتفال. وهلا صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله نجله سمو الشيخ عيسى بن سلمان والخريجين من الكلية، مشيدا بما بذلوه من جهد ومثابرة خلال مسيرتهم التعليمية وباستحقاقهم هذا النجاح، متمنيا لهم كل التوفيق والتقدم والنجاح في المرحلة الجديدة من حياتهم. وأعرب سموه عن فخره واعتزازه بسلاح البحرية الملكية البحريني وبما يشهده من تقدم مستمر، خاصة ما يتصل بالتأهيل والتدريب المتقدم وفق أحدث العلوم والتقنيات المتبعة، مؤكدا سموه على الدور الكبير الذي يطلع به سلاح البحرية الملكية البحريني عبر الأدوار المنوطة به في حفظ أمن واستقرار الوطن وتأمين حدوده البحرية، مشيرا إلى المشاركات المشهودة لسلاح البحرية الملكي خارج مملكة البحرين وتميزه في تحقيق الأهداف من تلك المشاركات، إلى جانب نجاحه في المهام الموكلة إليه بالمشاركة إلى جانب الدول الشقيقة والصديقة في الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة. وأشاد صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بما يربط مملكة البحرين والمملكة المتحدة الصديقة من علاقات طيبة وراسخة منذ أكثر من 200 عام، استطاعت خلالها أن تؤسس لتعاون استراتيجي وثيق في شتى القطاعات، منها القطاع العسكري والدفاعي الذي يشهد العديد من التطورات، خاصة ما يتصل منها بالتدريبات المشتركة وتحقيق الاستفادة القصوى من البرامج الأكاديمية التي تقدمها الكليات البريطانية العريقة في شتى القطاعات. وفي كلمة ألقاها قائد البحرية الملكية البريطاني الأدميرال سير جورج زامبيلاس، أشاد بدور البحرية الملكية البريطانية القيادي بالحفاظ على الأمن الدولي من خلال التعاون المشترك مع الدول الصديقة عبر الاتفاقيات، منوها بما تقدمه مملكة البحرين من تسهيلات البحرية الملكية البريطانية إسهاما في تعزيز أمن واستقرار المنطقة. من جانبه أكد سمو الشيخ عيسى بن سلمان الخليفة على سعادته البالغة لما حققه من نتائج خلال التحاقه بالكلية البحرية الملكية البريطانية، منوها بالخبرات التي اكتسبها من هذه الكلية العريقة والتي ستكون دوما حاضرة لرفد سلاح البحرية الملكية البحريني بها، مما يسهم في مواصلة تحقيق هذا السلاح الكبير أهدافه المرجوة ومواصلة التميز المشهود الذي عرف به في تحصين الحدود البحرية من خلال قوة دفاع البحرين وأسلحتها المختلفة، حفاظا على أمن الوطن واستقراره، مما ينعكس على تقدم وازدهار مملكة البحرين في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى القائد الأعلى. حضر الاحتفال معالي الشيخ فواز بن محمد الخليفة سفير مملكة البحرين في المملكة المتحدة، ومعالي الشيخ خليفة بن دعيج الخليفة رئيس ديوان سمو ولي العهد، وسعادة الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة مدير عام مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وسعادة العميد الركن البحري الشيخ خليفة بن عبد الله الخليفة قائد سلاح البحرية الملكي البحريني وعدد من أفراد العائلة المالكة. كما تخرج ضمن دفعة سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة من الكلية البحرية الملكية البريطانية من مملكة البحرين كل من الشيخ أحمد بن خليفة بن عبد الله الخليفة وفيصل بن ماجد بن علي. يذكر أن الكلية البحرية الملكية تعد من أعرق الكليات العسكرية البحرية في العالم، إذ يعود تأسيسها إلى عام 1863، وتتميز الكلية بتطورها مع الحفاظ على تقاليدها وتاريخها، وقد تخرج منها عدد من القادة وأجيال من ضباط القوات البحرية البريطانية.